على شاطئ المطبخ نظرت دجاجة كثيرة اللحم وريش المدندل سألتها بالله بكلمة عزيزة أرجوك يا دجاجة من فضلك تكلمي وقالت أرجوك ثم أرجوك مهلني دقيقة مهلني دقيقة لما مرز يستوي وقلت لها ما عاد يسير التفاهم بيننا ما عاد فعل بك لك دنك في فمي معايا وياما ياكلها الظان يعني.